السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. نهاية أسبوع حارقة، موعد موقعة الحسم، النزال الثالث والمصيري بين عملاقي الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، البريطاني تايسون فيوري والأمريكي ديونتاي وايلدر. تابعوا هذا المقطع الرائع لتتعرفوا أكثر على تفاصيل هذه المواجهة، كذلك الموعد والقنوات الناقلة إلى غير ذلك. قبل الدخول في المقطع، هناك مفاجأة بالنسبة للراغبين في الفوز من خلال توقع نتائج النزالات. موقع 1xbet يمنحكم هذه الفرصة فقط بالدخول على الرابط الذي سأضعه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق. الطريقة سهلة جدا، عند الدخول على الرابط استعملوا الكود برومو LCSTV الذي سيمنحكم $130 من أجل المشاركة وترشيح الفائز بين تايسون فيوري وديونتاي وايلدر. كذلك من سيفوزون فقط يبعث لنا تسجيل الشاشة على حساب الانستغرام LCS.fight، لأن هناك جوائز ستمنح لكم من طرف طاقم LCSTV وهي عبارة عن معدات رياضية احترافية. تابعوا المقطع لتتضح لكم الفكرة بشكل أكبر عن الفائز في هذا النزال. حظ موفق للجميع. هذا كله من أجل زيادة المتعة والتشويق في انتظار النزالات من هذا الحجم. دعونا نتحدث أولاً عن آخر استعدادات الملاكمين. سنبدأ بالأمريكي ديونتاي وايلدر. وايلدر في آخر لقاءاته وظهوره الإعلامي يبدو عليه ملامح الانتقام. نعم، ليس للحظة فقط، وإنما منذ أشهر وايلدر يحلم بالانتقام كل يوم. كل سبت بالنسبة لوايلدر هو يوم النزال، تراه متشوق بشكل كبير جدا، فإنها حسب نظره مسألة حياة أو موت أو مسألة شرف بالنسبة لوايلدر. عقلية انتقامية سيدخل بها بالتأكيد. وايلدر صرح بأنه لا يريد مواجهة فيوري فقط، وإنما يريد معاقبته. يقول أنه يوم العقاب بالنسبة لفيوري، سيقوم بتحطيمه سواء تقنيا أو بضربة قاضية عنيفة. صراحة حدة عنف وايلدر زادت بشكل كبير جدا. هذا ليس غريبا، وهو صاحب أغرب تصريح أنه يتمنى أن يمتلك جثة في رصيده القتالي. تصريح غريب جدا، لكن بالفعل صرح به وايلدر. أكيد الكل ينتظر ظهور وايلدر هذا، خاصة بعد تغيير مدربه بعد نزاله الأخير ضد فيوري. مدربه الجديد أصبح مالك سكوت، وهو الذي كان صديقه في وقت سابق، كذلك سبارينج بارتنر أو صديقه في تدريبات السبارينج. كذلك مالك سكوت خاض سبارينج حتى ضد فيوري، لذلك هو يعرف كل من فيوري ووايلدر. أكيد أن هناك العديد من الأشياء تغيرت في تدريبات وايلدر مؤخرا وسيظهر بشكل مختلف. مقاطع الفيديو التي ينشرها وايلدر تظهر تطوره بشكل كبير جدا على المستوى التقني، تحركات جيدة، لكمات أسرع، وكذلك من زوايا مختلفة معقدة. وايلدر يتوعد بانتقام شرس من جهتين، سواء من فيوري أو من منتقديه، فحدة منتقديه أيضا زادت بشكل كبير جدا. سخرية كبيرة على مواقع التواصل، خاصة في فترة هزيمته الأولى أمام فيوري. مرورا إلى البريطاني تايسون فيوري، جيبسي كينج أو ملك الغجر كما يسمونه. هذا الملاكم النشيط، نشيط للغاية، وهو في شوارع لاس فيغاس الأمريكية. يقول أنه يحب فيغاس كثيرا ولديه ذكريات رائعة للغاية هناك. هو يدرك تماما ما يقوله وايلدر مؤخرا، وحسب آخر تصريح لفيوري عند سؤاله عن ما تعلمه وايلدر والتقنيات التي تعلمها ربما قد تفيده ليسقط فيوري، الأخير أجاب ليتعلم كما يشاء، لأنه لو واجهني سأرسله ليتعلم أكثر، ومهما تعلم فلن يهزمني أبدا. ثقة عالية جدا من فيوري، كذلك استهتار كبير، ولا يأخذ نزالاته كلها بجدية، يدخل المواجهات وكأنه داخل لحفلة صاخبة. أكيد لا حديث كبير عن تدريبات فيوري لأنها مألوفة لدى الجميع، يتدرب بقوة كذلك بنفس التقنيات التي تعتبر أقوى تقنيات وزن ثقيل في الفترة الحالية، لكنه يركز بشكل أكبر على استفزاز خصمه وايلدر، حيث
يصفه بالأحمق وكذلك بأنه يحلم به أينما ذهب، حتى لو وصل الأمر إلى الحمام. يعني يقول بأن وايلدر أكيد يراه في أحلامه وكل شيء، ووصف نفسه بالمرض المزمن الذي أصاب وايلدر وسيصيبه مدى الحياة. البريطاني فيوري صاحب العقلية القوية جدا والتي هزمت اكتئابا حادا. جميع متابعي فيوري يعلمون أنه قد مر من مرحلة اكتئاب قاسية وتغلب على الاكتئاب، ثم عاد إلى حياة مختلفة تماما. لا يهمه ما يفعله وايلدر، فقط يقوم بالاستمرار في الاستهزاء به، وكذلك يتدرب من أجل الإطاحة به لمرة ثانية. أكيد تعادل في النزال الأول. فاز فيوري في النزال الثاني بمستوى عالي جدا، حيث دمره تدميرا. والآن النزال الثالث، سنرى لمن ستكون الغلبة. فيوري وصل به حد الثقة إلى عدم التفكير نهائيا فيما حصل بين مواطنه جوشوا ضد الأوكراني أوسييك، واعتبر ذلك النزال غير مهم له في الفترة الحالية، وإنما تركيزه منصب تماما على نزاله ضد وايلدر، وسيفكر في أوسييك عندما ينهي النزال. يعني أوسييك لا يملأ دماغ فيوري نهائيا. فيوري أبان بأنه رجل العقلية الصلبة ورجل اللحظة، يعيش كل لحظة بلحظتها، وهذا ربما شيء قد تدرب عليه نفسيا فيما سبق أثناء معاناته مع الاكتئاب. الأمريكي ديونتاي وايلدر مرة أخرى لا زال يتعرض لسخرية كبيرة، خاصة وأنه قد قرر الدخول ببدلة تشبه تلك التي دخل بها في نزاله السابق. بدلة غريبة جدا تحمل العديد من الأضواء، وأكيد هي بدلة بثمن باهظ جدا. هذه البدلة السوداء المليئة بالأضواء الحمراء كما تشاهدون سيدخل بها النزال ضد فيوري، وهي نفسها التي اشتكى منها في نزاله السابق وقال أنها أصابته بالعياء. ربما هي بدلة أخف وزنا الآن، لكن سخرية الجماهير لم تهدأ أبدا، فالكثيرون قالوا بأنه حتى بدون بدلة لا تدعوه يذهب وحيدا في الرينج وولك أو الذهاب نحو الحلبة، وإنما احمله إلى الحلبة مباشرة لكي لا يصيبه العياء. إذن أصبح وايلدر رجل الأعذار بالنسبة لجماهير الملاكمة. إذن فيوري الواثق من حفاظه على لقب المجلس العالمي للملاكمة ضد الملاكم الراغب في الانتقام ديونتاي وايلدر، نزال أكيد لن يخرج واحد منهما بصحة جيدة. موعد هذا النزال يوم السبت القادم 9 أكتوبر، أي صباح الأحد، يعني ليلة السبت بعد منتصف الليل، يعني صباح الأحد 10 أكتوبر. سنقوم بتوفير روابط المشاهدة المجانية لهذا النزال على موقعنا lcsfight.com، فقط زوروا موقعنا ليلة النزال، ستجدون روابط جيدة جدا لمتابعته بشكل مجاني. أما بالنسبة للقنوات الناقلة فهناك دازن، أيضا سكاي سبورتس وبي تي سبورتس، والعديد من القنوات الناقلة لهذه الموقع التاريخية. نحن بدورنا سنستمر في تغطية هذا الحدث. قبل نهاية المقطع، فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر بين محبي الملاكمة. كان معكم أمين، إلى اللقاء.